الله معي يقبل يقبلون على عرضهم هيجي. مصائب قوم عند قوم فوائد، فمصيبة هؤلاء الناس بهدم منازلهم بمنطقة النبي يونس بأيسر مدينة الموصل فائدة لجهات مستفيدة، فاختيار هذا الوقت بالتحديد من غير إيجاد بديل لهم سبب ضجرا لدى الأهالي الذين أصيبوا بفاجعة لم تكن في الحسبان أبدا، مطالبين حكومة نينوى ببدائل تسعفهم من العراء ولهيب الصيف. احنا ما عدنا، كلها أرامل ومقعدة ويتامى، وين نروح؟ احنا حكومة ما عدنا، حكومتنا حتى اللي يشتغلوا الأطفال بنترف كلايت يقولون يقدون جاي يقولوهم، بس قولي شلون نعيش؟ احنا نبوق ما يخلونا نبوق، انتزع جاي انا بنترف كلايت يبيعون مية ما يقبلون، يقول جاي يقدون، يعني شلون يريدون؟ نطلع من طريقنا؟ كل هالعالم راح تموت من الجوع، انطونا خيام ثاني نقعد بخيام ونسكت. ادري وين نروح احنا هسه؟ وين الجهال نروح بيها؟ الدنيا حارة. أكثر من 400 بيت متجاوز على تلة جامع النبي يونس شرقي مدينة الموصل مهددة بالانجراف، فهذه البيوتات متواجدة على مدى حكومات متعاقبة ولم يقترب منها أحد، ما جعل الدهشة تصيب سكنتها، مطالبين بعدم استخدام مصطلح التجاوزات بحقهم واستبداله بمصطلح أصحاب الأرض. نحن البيوت الموجودة تقريبا 400 بيت أو 500 بيت، بيوت تجاوز يعني صار لها سنين، ما حد جايمنا ولا حد يعني فكر أن يزيل البيوت. ترى الفقير بإمكان الفقير أن يغير أنظمة حكم، لا تهملون الفقير، والمنطقة أغلبية عوائل فقراء، فنحن أصحاب الأرض ومن خلال منبر قناة التغيير نطالب برفع مصطلح التجاوزات وتسميتها مصطلح أصحاب الأرض، نحن أصحاب الأرض. الإقدام على هذه الخطوة من قبل مديرية آثار نينوى سيسهم بخلق أزمة نزوح جديدة أو أزمة سكن لا تتحملها المحافظة حسب مختصين. 15 مليار دينار عراقي هي حصة تعويضات نينوى بحسب منظمة حقوق الإنسان، فبدل أن يعوضوا هدمت وجرفت دورهم فلا تعويضات لهم ولا رأفة بهم حسب مراقبين. من الموصل سعد منصور، التغيير الفضائي.